خبر آخر وإنجاز تاريخي، ولأول مرة تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023، وذلك بحسب منصة ماجنت المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة. أكيد يعكس هذا الإنجاز ما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني. للوقوف على هذا الإنجاز ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عبد الوهاب القحطاني. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الوهاب. الله يحييكم. دكتور عبد الوهاب، لما نتكلم عن الاستثمار الجريء ممكن توضح لنا اياه وايش نقصد بالاستثمار الجريء؟ الاستثمار الجريء هو الاستثمار المغامر، الاستثمار الذي يبنى على نسبة مخاطر عالية، وهو من الاستثمارات التي يعني تكون فيها نسبة المخاطر كبيرة ونسبة النجاح قليلة، لكن في المملكة ولله الحمد نسبة عالية إلى حد كبير. فالاستثمارات الجرية هي الاستثمارات الجاذبة أو الاستثمارات المغامرة، والمغامرة اللي نتكلم عنها بسبب المخاطر المحفوفة. طيب دكتور، كيف قدرت المملكة أن تسجل هذه الإنجازات؟ هل بالتطور الاقتصادي اللي إحنا قاعدين نشوفه، الأشياء اللي قاعد تصير عندنا اقتصادية وبخطوات سريعة؟ والله المملكة تتقدم تقدم يعني ملحوظ في مجال الاقتصاد ومجال الإبداع والاختراع وفي مجالات الصناعة والتجارة وما إلى ذلك. صحيح. فهذا ليس مستغرب على المملكة لما تشهده الساحة الاقتصادية والساحة الصناعية من العديد من المبادرات في ظل رؤية 2030. بالطبع الاستثمار الجريء هو استثمار في النهاية يعود على الاقتصاد الوطني بالخير والنماء، ويخلق الوظائف ويفتح المجال أمام رواد الأعمال وغيرهم من المستثمرين في هذا المجال، مجال الاستثمار الجريء. فنتمنى إن شاء الله أن تكون الطريق يعني سهلة وطريقة إن شاء الله تحقق النجاح من طرف المستثمرين وأيضا رواد الأعمال الذين لا يملكون المال اللازم والكافي للتوسع في تجارتهم والتوسع في صناعتهم وما إلى ذلك. دكتور، لو نبغى نتكلم وفق الأرقام نقول أن المملكة العربية السعودية صعدت من المركز الرابع إلى المركز الأول. لو نبغى نقول أنه تضاعف الاستثمار عندنا في السعودية 21 مرة عن 2018 إلى 2023، الكثير من الحراك المالي والاستثمار الاقتصادي اللي قاعدين يعني نعيشه في المملكة العربية السعودية، لكن أكيد كان وراها عوامل نجاح. فإذا في مجال تقول لنا وش هي التسهيلات أو عوامل النجاح أو الركائز اللي اشتغلت عليها المملكة العربية السعودية حتى يعني تحقق هذا النمو الاقتصادي الكبير؟ لا شك الحكومة السعودية سهلت الكثير من الإجراءات ومن الاحتياجات للاستثمار الجريء فيما يتعلق بإنشاء هيئة لهيئات المنشآت الصغيرة التي تهتم بهذه المنشآت وفي هذه الأعمال الريادية. بالطبع هناك تسهيلات وإجراءات حكومية سهلت الكثير من الإجراءات أمام المستثمرين وأيضا أمام رواد الأعمال بما يعود على المملكة بالخير والنماء. ما في شك أن الحكومة والرؤية إن شاء الله الرؤية السديدة كانت العامل أو الدافع القوي لهذه الاستثمارات الجريئة. ونتكلم عن الاستثمارات الجريئة، هي الاستثمارات التي يقوم فيها المستثمرون بتمويل مشاريع أفكار رواد الأعمال الذين لا يملكون المال الكافي
لإنشاء مؤسساتهم وشركاتهم وأيضا للتوسع في المستقبل.